يا اخواتي متابعي وعشاق قناه ابارتمو فاس، حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني المتتابعين لهذه القناه والاوفياء لقناه ابارتمو فاس، الان كنتواجدوا شقه رائعه باب الاندلس. هذه الشقه اخوتي اللي غتشوفوها معايا كامله، للمساحه ديالها 121 متر، فيها ثلاثه ديال البيوت وكذلك صالون وسيجور وجوج الحمامات. غادي تشوفوا معايا الفيديو كامل. والله يخليكم، قبل ما تشاهدوا الفيديو ما تنساوش الضغط على زر صابوني وزر الجرس. هذا الى عجبتكم هذه الفيلا هذه، وكنشكر سمحوا لي هذه الشقه هذه، وكنشكر جميع المتتبعين الاوفياء ديالنا. خوتي هذه الشقه هذه الطابق الثاني هي غير ان بليس دو، كاين اسفلي جوج فاقه. هذه الطابق الثاني خوتي اللي كتواجد في باب الاندلس، للمساحه ديالها 121 متر. شقه جميله ورائعه، فيها جوج ديال الفصادات يعني جوج ديال الاطلالات. كتشاهدوا معايا صالونات كبارين مفروقين غير بالفراش. كاينين بعض الاثاث غيتباع، وكاين بعض الاثاث اللي ما غاديش يتباع، يعني اي واحد عجبته شي حاجه كيتفاهم مع مول الدار. كتشاهدوا معايا من الناحيه ديال الفينيسيون، ما شاء الله الله يعطيه الصحه، فينيسيون جد رائع اللي داير النص ديال الصباغه ديال العنبره، وكذلك النص الاخر ديال البلاتينيا. كتشاهدوا معايا حتى البيوت كذلك. هانتوما كتشوفوا معايا الارضيه ديال هاد الشقه هذه بهاد الجليز الكومبارتون اللي داير بحالو بحال الرخام، عطي واحد الجماليه جميله للدار. وكاينين هنا جوج ديال الشبابك للاطلاله ديالهم، غادي نوريكم خوتي اسمحوا لي. الاطلاله جايه على شارع كبير اللي كاين تباعد ما بينها وبين الابليس دو اللي قبلتنا. كيف ما قلت لكم خوتي انها جوج ديال الفراسات، وهناك الاطلاله الاولى غادي تشاهدوا معايا الاطلاله الثانيه. كتشاهدوا معايا السقف اللي كمفروقين بالقبس، دايرين هذا النوع هذا ستيل عصري، وهذا النوع كذلك ستيل بلدي. بالنسبه للتلفزيون جاي اون فاس مع الصالونات بجوج، اللي شاهدتوا معايا انه كاين صالون بلدي بهاد التفريشه البلديه جايه رائعه وممتازه. حتى هاد اللوين ديال هاد الطليمطات عطا واحد لوغو غزال للصالون. اما بالنسبه اللي قبلتنا كتشوفوا انه صالون ستيل عصري بهاد الكوير جاي مزيون واخد البلاصه ديالو المناسبه. شفتوا معايا انهم غادي كاينين جوج ديال السراجم كبارين، وكذلك كاينه البلاصه ديال لاستالاسيون وكذلك الكليماتيزور. هذه العنبره خوتي كتشوفوا انها مازال كيف تنقولوا كتشعل، كلشي الكتريك تيطلع ويهبط بالضوء. وغادي تشوفوا معايا الفصاله الاخرى، كاينين ثلاثه ديال البيوتة وكذلك الكوزينه. غنشهدوا البيت الاول ديال الوالدين اللي هو هذا اللي فيه الحمام، وكذلك البيت اللي فيه الاطلاله الاخرى، وكذلك فيه خوتي بلاكار وهذا اللي جوج ديال البلاكارات كتشوفوهم معايا مطبقين الطبيقات ديالهم. وكذلك كتشوفوا معايا الصباغه اللي مصبوغه بلاتينيا اللي يعطي هذا اللوين حتى هو، عطي اضاءه جميله للبيت. وكاين السرجم اللي قبلتنا اللي غادي نوريكم الاطلاله ديالو على الجهه الاخرى. هذه هي الاطلاله الاخرى خوتي. هذا باب الاندلس، كتشوفوا بيت نعاس كبير اللي هاز، كتشوفوا هاز بيت نعاس وكذلك طابل دو نوي كبيره. وكتشوفوا خوتي هاد الجليج اللي داير بحالو بحال الخشب، هذا راه ماشي باركي، هذا راه جليج ديال سوليوت. وكذلك غادي نمشيو نشوفوا الحمام خوتي. كاين لاستالاسيون ديال الكليما وكذلك ديال التلفزيون دايره في البيوت كاملين. الخشب اللي داير من نوع الجيد. هانتوما تشوفوا معايا الحمام، الحمام اللي فيه لافابو وكذلك الطواليت وكذلك الدوش. كتشوفوا ان حتى النوعيه ديال الخشب ديال الحمام بحالها بحال الخشب ديال الدار. غادي نمشيو نشوفوا البيوت ديال الوليدات. كاين البيت الاول ديالهم هو هذا اللي حتى هو بحالو بحال المساحه ديال البيت ديال الوالدين اللي شاهدتوه معايا.
وحتى هو جميل ورائع اللي كتشوفوا انه هاز بيت نعاس كبير. بالاضافه الفوق دايرين هاد البلاكارات مزيونين في الحيط جايين حتى هما غزالين، وكذلك كتشوفوا معايا القبس ديالو اللي جميل ورائع، والشميشه خوتي داخله بحكم انها جوج ديال لي فاصل، وكذلك البلاكار بحالو بحال البيس ديال الوالدين. وهذا خوتي فيه البالكون اللي غادي تبان لكم دابا الاطلاله ديالو على عين كطل. هذه هي خوتي البالكون كبير برك، كتشوفوا معايا حتى اللي بغا يدير هنايا كليسه كتجي مزيونه. وهذه هي الاطلاله على هاد الجريده، هذه كاينه شوفه من هاد الجهه وكاينه شوفه هذه فين كتشوفوا الوليدات كيلعبوا. وحتى هاد النوع اللي داير البنكويات ديال الانوكس جاي غزال. ونمشيو نكملوا التصوير ديالنا داخل هاد الشقه هذه اللي هي جميله، وانتم كذلك تعطوني الراي ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله اللي مخلينا اننا نسيروا في هذا الميدان. هذا البيوت كبارين باش تشاهدوهم معايا. غادي نشوفوا البيت الثالث وعاد نشوفوا الكوزينه. هذا البيت الثالث حتى هو كبير اللي مفرشينو الناس دايرينو عباره على كليسه جاي غزال وجاي ممتاز. نتوما خوتي عندكم وليداتكم الله يخلي لكم كل واحد خلي له وليداتو، بغى يدير فيه الناموسيه راه يهز حتى جوج ديال النوامس، وعنده جوج ديال الشبيبكات قبالتكم شباكه يعني بجوجهم كبار عندهم كل وحده عندها اطلاله مختلفه، وكذلك مختلف حتى الصباغه ديال هذا البيت. هذه داير هذا اللون البيج اللي جاي مزيون خوتي. شاهدتوا معايا ان البيوت كاملين بلاستراسيون ديالهم ديال التلفزيون، يعني الانسان فين ما جلس غادي يلقى راحته. وكذلك شفتوا انه لعب شويه على الصباغه بدل البيوت باش الانسان فين ما جلس يعني تجيه واحد البليصه مريحه بحكم ان ماشي البيوت متشابهين وكل واحد كيبغي يبدل الفراش على طريقته الخاصه، بحكم اننا حنايا كنشوفوا عزازين علينا مره نبدلوا بيت النعاس ديال الوليدات نديروا بيت النعاس ديال الوالدين ولا العكس. هذه خوتي الكوزينه اللي قبعتنا اللي غتشوفوها معايا اللي فيها بلاكارات من الفوق وبلاكارات من التحت، كوزينه بيان ايكيبي اللي فيها لاغوط وكذلك فيها الكويزينير وكذلك فيها الفران وفيها حتى الثلاجه اللي واخده المكان المناسب ديالها، وفيها البلاكارات هنايا من التحت وجايه بهذا اللوين الاسود والابيض جايه ممتازه. وكتشوفوا السرجم ديالها خوتي جايه على نفس الاطلاله ديال الصالون، وكتشوفوا معايا كذلك البلاصه ديال لاستالاسيون ديال الشوفو اللي جاي قريب من التهويه. دابا خوتي نمشيو نشوفوا الحمام اللي جاي خارج على البيوتا. كيف ما شاهدتوا معايا الحمام ديال بيت ناس، كاين حمام اخر اللي كبير اللي غتشوفوه معايا هو هذا الحمام. هذه الدخيله الرئيسيه ديال الباب منين دخلنا، وهذا هو الحمام. هذا الحمام هذا كبير اللي غتدخلوا تشوفوه معايا، هانتوما كتشاهدوا معايا كبير اللي مجلج كامل بهذا النوع ديال الجليج حتى هو اللي مزيون، وكذلك اللي فيه هذا الباسك هذا كبير اللي فيه هنا بلاكارات كتشوفوهم، وكذلك فيه لاستالاسيون ديال الماكينه ديال الصابون، وكذلك فيه اطاجيرات جايين مزيونين، وهنايا برخام وكاينه المرايه خوتي اللي كما كتشعل بالبصمه اما بالضوء كتشوفوها معايا جايه مزيونه. والدش هو هذا اللي غادي تشوفوه معايا قلبو اللي مجلج واخد مساحته هي كبيره ديال الدش اللي داير له هاد الجليج ديال التحجريت في الارض، وكذلك كتشوفوا انه مجلج حتى للسقف وفيه الدش، وكاين الباب الالومنيوم اللي كيتشد بالكوليس كتشاهدوه معايا، وفيها الطواليت. كتشوفوا ان الحمام كبير حتى اللي صبن فيه كياخذ راحته. خوتي كيف ما قلت لكم ان هاد الشقه هذه كتواجد باب الاندلس فيها 121 متر. شفتوا معايا كيف ما قلت لكم الاثاث كاين اللي غادي يخليوه وكاين اللي ما غاديش يخليوه على حسب الراي ديال السيد، ولا عجبته شي حاجه غيتفاهم معاه مول الدار. مزيونه ما شاء الله عليها عجبتني، كنتمنى انكم حتى نتوما تعجبكم. الثمن ديالها خوتي هو 63 مليون قابله للتفاوض. نعاود نذكركم اخواني اخواتي بالثمن اللي هو
63 مليون قابلة للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها خوتي ما عليه الا يتصل بيا. كيف ما شاهدتوا انهم مسكونة نحدوا والتوقيت مع الناس اللي ساكنين فيها. واهلا وسهلا بكل من تابعنا، وكنشكركم خوتي جزيل الشكر على لي بارطاج ديالكم مع الناس ومع العائلة، وكذلك الناس اللي شافوني اول مرة وضغطوا على زر صابوني وزر الجرس ليصلهم جديد، حتى هما كنشكرهم جزيل الشكر. كنتمنى ان قناة ابورتو موفاز تكون نايلة الرضا ديالكم. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.